خير، اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم كابتن اونلاين. معاكم كابتن احمد مجاهد، مدرب الفتنس وكمال الاجسام. سؤال حلقتنا النهارده على البيج بيقول ما هي العضلات الكبيره في كمال الاجسام وهي العضلات الصغيره؟ طبعا نحب اوضح ان العضلات الكبيره هي العضلات الكتف، الصدر، الظهر، الرجلين، البطن. دي من العضلات الكبيرة لأي لاعب كمال أجسام لازم يعرفها. دي طبعا بتحتاج لضخ دم كبير. طبعا العضلة الصغيرة غير العضلة الكبيرة. العضلة الصغيرة أمثال بايسيبس، ترايسيبس، الريست، السمانة، دي بتبقى بتندمج ضمن العضلات الصغيرة. عضلة زي الظهر عضلة كبيرة واخدة أكتر من نص الظهر، نص جسم الإنسان ورا. فدي حاجة طبعا لازم تتحط في الحسبان. تمريناتها بتبقى أكتر، غذائها بيبقى أكتر، بتفتري. أما بالنسبة للعضلة الصغيرة التكرارات بتاعتها بتبقى معروفة ومحدودة، وطبعا بيبقى ليها أنظمة غذائية معينة. أشكر حضراتكم استماعكم، شكرا لكم، ونرحب بكل أسئلتكم عبر البيج، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لصفحتنا، وبنرحب بكم كمان مرة في برنامج كابتن.